بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أبنائنا طلاب الصف الأول الثانوي. إن شاء الله النهاردة يونت 3 أو الوحدة الثالثة من كتاب المعاصر Improving Lives، يعني تحسين الحياة. ولكن دايما كلنا مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة عندنا يونت 3 Lesson 1 and 2 أو الدرس الأول والثاني، الفوكاب amazing amazing يعني مذهل، amazing debt debt يعني دين، be silent debt debt دين أو مديونية، earn earn يكسب أو يجني مال، earn طبعا ده فعل منتظم بنضيف له ايدي، earn earned، merchant merchant يعني تاجر، merchant يعني تاجر، miserable miserable يعني تعيس أو بائس، miserable miserably miserably يعني بتعاسة أو بشقاء، أو يعني يدين أو يكون مدين، أو plump plump يعني مكتظ أو ممتلئ قليلا، plump، prison prison يعني السجن، prison، rat rat يعني فأر كبير، في عندنا rat يعني فأر كبير rat، وفي عن rat وفي عندنا mouse يعني فأر صغير، ماوس يعني فأر صغير، ولكن رات يعني فأر كبير، terrible terrible يعني فظيع terrible. بالنسبة لي عندنا باقي الفوكاب، action action يعني حدث أو فعل، arrange arrange يعني يرتب أو يوفر، arrange وبيجي مع حرف الجر تو، to plus infinitive يعني arrange to do something يعني يفعل شيء معين، believes believes يعني معتقدات، believes جاء من الفعل believe يعني يعتقد، believe believes اللي هي معتقدات، believe يعني يعتقد كذا، وبيجي مع حرف الجر ان، سواء believe in او believe كنون برضو بيجي معاه ان، دايما believe او believer البيرسون نفسه او believe كنون بيجي معاه حرف الجر ان، borrow يعني يستعير، borrow يعني يستعير او يستلف، طبعا عكسها الفعل مين طبعا اخدونه من مرحلة اعدادي، lend borrow lend يعني يعير او يسلف، borrow lend، break broke broken يعني يتعطل او ينكسر، break broke broken، brilliant brilliant يعني رائع او لامع او ممتاز، brilliant، character character يعني شخصية، character اللي هي شخصية، childhood childhood يعني مرحلة الطفولة، childhood، criminal criminal يعني مجرم أو إجرامي، criminal، deserve deserve يعني يستحق أو يساوي، deserve، die die يعني يموت، die يعني يموت، dirty dirty يعني قذر، dirty، discover discover يعني يكتشف، discover يعني يكتشف، empty empty يعني فارغ أو يفرغ، empty، entertain entertain يعني يسلي، entertain يسلي أو يرفه، entertain جاي منها النون entertainment يعني التسلية، entertainment، exactly تماما أو بالضبط أو بالتحديد، exactly، extract extract كverb معناه يقتبس أو يقتطف، وكنون معناه مقتطف أو اقتبس، extract extract. عندنا hide hidden يعني يخبئ أو يخفي، hide hid hidden تصريفاته، hid hidden، high school يعني مدرسة ثانوية، high school، honest honest يعني أمين، honest، heart heart يعني يؤذي أو يصيب، lucky يعني محظوظ، lucky، modern يعني حديث، modern، opportunity opportunity يعني فرصة، opportunity، بني اللي هو البنس يعني 1/10 من الجنيه الاسترليني، طبعا دي عملة بني، realize يعني يدرك أو يستوعب، realize، remove يعني يزيل أو يمحو، remove، review review يعني يراجع أو مقال نقدي بنسميه review، reward reward يعني يكافئ أو مكافأة، كverb يكافئ وكناون مكافأة reward، أما word فقط معناه يمنح أو منحة، في عندنا word award award يعني يمنح أو منحة award، وفي عندنا reward award يعني يمنح أو منحة، أما عندنا في word w a r d فقط، word w a r d طبعا ده عنبر في جناح أو قسم،
word عنبر في جناح أو قسم word، ولكن award معناها يمنح أو منحة، أما reward اللي معنا يكافئ أو مكافأة. section يعني قسم section، similar يعني مشابه أو متشابه similar، skill يعني مهارة skill، society society يعني المجتمع society، spend spent يعني يقضي أو ينفق، ستوري تيلر يعني روائي أو قصص ستوري تيلر. عندنا باقي الفوكاب فاكتوري يعني مصنع فاكتوري، فلور يعني أرضية أو دور فلور، جودز يعني بضائع، وطبعا بقولنا دائما جمع مينفعش لا انفراد، لأن لو مفرد اللي هو الصفة اللي هي جود يعني جيد، لكن جودز دائما جمع معناها بضاعة. هيت يعني يكره أو يمقت هيت. healthy يعني بصحة جيدة healthy. support يعني يدعم أو دعم support. theater يعني المسرح theater. tired looking يبدو عليه التعب tired looking. twins twins يعني توأم twins. بالنسبة عندنا لي definitions community اللي هو المجتمع، people who live in a place or an area and have common interests، people who live الناس اللي بتعيش في مكان or an area أو في منطقة and have common interests والاهتمامات مشتركة، debt اللي هو الدين، money you must give to someone، money مال لابد ان انت تدفعه لشخص بنسميه debt، earn يكسب أو يتقاضى، to receive for doing work، to receive يعني ايه يستلم على فعل شيء، merchant تاجر كبير merchant، a person who buys and sells a lot of goods، a person يعني الشخص who buys اللي بيشتري or sells أو بيبيع a lot of goods الكثير من الجودز البضائع، miserable يعني تعيس very sad miserable means very sad، أو يعني يدين أو يكون مدين، money or things you have to pay back، money يعني مال or things أو أشياء you have to pay back يعني إيه يسدها أو يردها، plump مكتظ قليلا، slightly يعني قليلا fat in a nice way يعني ممتلئ بدرجة طفيفة بطريقة إيه جيدة. A prison اللي هو السجن، a place to keep criminals المكان اللي فيه المجرمين، for a period of time بيقضوا فيه فترة من الزمن، as punishment كنوع من العقاب، rat فأر كبير، an animal like a big house an animal حيوان زي الفار الكبير بنسميه rat or guards يعني guard. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number one he has been looking for an extra job to get out of عشان يخرج من ايه من الديت الدين، هو طبعا هنا بيبحث عن عمل جديد عشان يخرج من الدين اللي هو فيه. most footballer players يعني معظم لاعبة كرة القدم، players is based a lot of money بيكسبوا المال الكثير، يبقى هنا earn a lot of money. A lot of people in Africa ناس كتير في أفريقيا live space due to poverty بيعيشوا إيه عشان الفقر and lack of education ونقص التعليم، طبعا هنا live miserably يعني ببؤس. They broke the law يعني خلفوا القانون and were sent to وراحوا على إيه for a year لمدة عام، طبعا هنا prison اللي هو السجن. My daughter never stops eating طبعا بنتي ما بتتوقفش عن الأكل. So she is a plump هي plump يعني جسمها مكتظ. All I am or can be all I am or can be is based to my great mother. I O يعني أنا بدين كل اللي أنا فيه ده أنا بدين بيه لي great mother اللي هي جدتي أو مامتي العظيمة، طبعا هنا O O يعني يدين بي. The journey home was a space everyone was sad about losing the game طبعا الرحلة كان ملها فكل واحد زعلان إنه هيعود about was losing or about losing the game هيفقد الجيم اللي هي اللعبة، طبعا هنا the journey home was miserable يعني كانت العودة للمنزل أو رحلة العودة للمنزل كانت بائسة
فإحنا فقدنا الأيام أو الألعاب الجميلة. Some space say that their sales were affected by the price of the dollars. Some A بيقولهم إن مبيعاتهم بتتأثر بارتفاع أو بسعر الدولار. طبعا هنا merchants اللي هم التجار. The cruise was really space we all enjoyed. طبعا الرحلة البحرية كاملة كلنا استمتعنا. Amazing رائعة. Terrible فظيعة. Miserable يعني بائسة. B و C طبعا هنا amazing يعني كانت رائعة. فتأثروا بإيه؟ فكانوا طبعا طبعا زي where it was amazing فهم كانوا enjoyed it. The cruise was really space we all regretted. كلنا ندمنا joined it. كلنا ندمنا على اننا رحناها. طبعا هي terrible فظيعة او miserable يعني بائسة. ممكن تبقى B and C. I read a space from David Copperfield in unit 4-3. I read an extract يعني اقتباس من David Copperfield. To be space, Sammy didn't break the vase. I did. طبعا هنا عشان يبقى ايه سامي ما قصرش الفازة اللي انا didn't break the vase. I did اللي انا عملته. طبعا هنا to be honest يعني للأمانة. Shouting at children is bad their feeling. طبعا الصراخ على الأولاد بيجرح مشاعرهم. طبعا هنا heartless. Children depend on their parents. الأطفال بيعتمدوا على إيه والدهم. طبعا support يعني دعم الوالدين أو دعم الآباء. He was space for his hard work. طبعا هنا كوفيه على عمله الجاد اسمه rewarded يكافئ. There is a job space in this factory. You can apply for it. في إيه في المصنع ده ممكن إن أنت تتقدم ليه. طبعا هنا opportunity يعني فرصة عمل ممكن إن أنت تتقدم ليها. Although I helped her with the housework, بالرغم إن أنا ساعدتها في عمل المنزل, I felt sorry for my tired looking mother. Tired looking يعني يبدو عليها الإرهاق. Tired looking. طبعا هنا صفة مركبة. Don't let the baby crawl on this space grass. ما تجعلش الولد يحبي على هذا العشب إيه القذر. Dirty grass. From the sad look on her face, يعني من نظرتها البائسة, I suspect that there is something wrong. عرفت إن في شيء خطأ. I realized, يعني أدركت. Let the kids have fun and enjoy their, طبعا اترك الأطفال يستمتعوا and enjoy their age childhood ويستمتعوا بطفولتهم. This bad car doesn't space the price you have paid for it. This bad car, هذه السيارة السيئة لا تستحق, doesn't deserve. In Egypt, students have to finish space school before joining university. طبعا اسمها high school يعني المدرسة الثانوية عشان يلتحقوا بالجامعة. The space sold in this shop are all good made in Egypt. طبعا the gods اللي هي البضائع اللي بتباع هنا كلها مصنوعة في مصر. صلاح is a space footballer. He is a world famous star. طبعا هنا a brilliant يعني لامع أو متألق. The child is with the bottle of water on the floor. طبعا الولد أفرغ زجاجة الماء على الأرضية. Embedded. Try to be a good number of your. طبعا خل يعني حاول انت تكون عضو ايه في مجتمعك. طبعا هنا of your society المجتمع او community. The thief ran away لسه هرب and space in the fields واختفى. طبعا hid يعني اختفى في الحقول. سما and عبد الرحمن are space but they are completely different. سما وعبد الرحمن توأم ولكنهم مختلفين تماما. يبقى are twins. Twins يعني توأم. They are twins يعني هم توأم. There are nice shows to space that childhood. There are nice shows to entertain عشان يسلوا في عروض جميلة تسلى الأطفال. For space you can go to the cinema or the theater. For entertainment للمتعة أو التسلية ممكن تروح السينما أو المسرح. He speaks the trains timetable before buying a ticket. طبعا هنا هي reviewed يعني راجع جدول مواعيد القطارات قبل ما يشتري التذكرة. He was arrested because of his space behavior, because of his criminal behavior. طبعا هو تم القبض عليه because of his criminal behavior لسلوكه السيء.
I space is money you must give to someone. مال لابد تدفعه لشخص، طبعا هي debt اللي هو الدين. To space means to receive money for doing work. To earn. To earn money يعني تكتسب مال. A space is a person who buys and sells a lot of goods. شخص بيبيع ويشتري أشياء وضائع، طبعا هنا merchant اللي هو التاجر. To space money or things means you have to pay them back. طبعا هنا to owe money or things you have to pay them back يعني تعيده مرة أخرى. طبعا to owe. Owe يعني يدين بمال لشخص. To owe. Space means very sad or unhappy يعني حزين جدا. طبعا هنا miserable. A woman or a child who is space is slightly fat in a nice way يعني السيدة أو الرجل اللي مكتظ بطريقة طفيفة كده بنسميه بلمب يعني مكتظ بطريقة طفيفة. Space is a place to keep criminals for a period of time as punishment. طبعا prison اللي هو السجن مكان للمجرمين. A space is an animal like a big rat زي a big mouse فار كبير طبعا rat اللي هو الفأر الكبير. بعد كده عندنا جزء vocabulary study اللي هو دراسة الفوكاب. Verbal calculations متلازمات لفظية. ممكن أقول become ill، عارفين إن become بيجي ورا adjective صفة. Become ill، become tired بيصبح مريض أو يصبح متعب. Become يعني يمرض. هنا break the law أو break the rules يعني يخالف القانون أو القواعد. Break the law or the laws. Change your opinion يغير رأيك أو تغير رأيك. Change your opinion. Do the housework. Do work. Do homework. أي حاجة فيها work بيجي معاه do. Do exciting things وبرضو عندنا كلمة things أو work بيجي معاه do. Earn بيجي معاه money. ممكن أقول earn money أو make money يعني ممكن أقول برضو earn أو make money يعني يكون ثروة أو يكسب مال بنسميها earn or earn money or make money. Get a better job يحصل على وظيفة أفضل. Get a better job. عندنا owe money to. Owe money to يعني يدين بالمال. Owe money to. Pass exams. Pass exams ينجح في الامتحانات. Pass exams. Have no parent. Have no parents يعني يتيم. Have no parents بنسميه ايه اللي ملوش والدين. orphan. orphan يعني شخص يتيم. orphan اللي هو اليتيم means have no parents. have no parents اللي هو الorphan. have debts يعني عليه ديون. have debts. have a problem with لديه مشكلة. have bad news لديه أخبار سيئة. have time لديه وقت. have no opportunity ليس لديه فرصة. have no opportunity. Have a rule يعني لديه دور. Have a rule. في عندنا take to prison يعني يسجن. Take to prison. عندنا بالنسبة للسينونيمز والأنتونيمز السينونيم earn money means make money يعني يكسب مال. Honest, sincere or trustful. Honest يعني أمين means sincere or trustful موثوق منه. Miserable بائس. Sad, depressed or unhappy. Sad حزين. Depressed مكتئب. Unhappy غير سعيد. Terrible فظيع. Awful فظيع. Horrifying فظيع. Terrible or horrible يعني فظيع. في برضو عندنا الأنتونيمز earn money يكسب مال. Earn money means lose money أو waste money. Lose يخسر أو waste يهدر. Miserable تعيس أو بس عكسها happy or contented. Contented يعني راضي. Content. Plump يعني مكتظ. Thin نحيف. Slender نحيف. Skinny يعني لحم كده أو جلد على العظم. بقول skinny يعني نحيف جدا. Slender skinny thin. Empty فارغ. Full ممتلئ. Borrow يستعير. Lend يعير أو يسلف. Honest أمين. Dishonest غير أمين. Deceitful يعني خائن. Deceitful. Terrible فظيع. Nice لطيف. Sour أو delightful أو lovely أو pleasant يعني sour. بالنسبة عندنا derivatives earn يعني يكسب. الكسب نفسه earnings. Earnings اللي هو الدخل. Earnings. Be wise don't waste your earning يعني ما تضيعش دخلك أو مكتسباتك. Earner اللي هو الكاسب أو العائل. كاسب أو عائل. Earner
أو ممكن نسميها بريد أونر. بريد أونر يعني كاسب أو عائل أسرة. ميزر ميزر يعني بخيل كبرسون كناون بخيل أو تعيس. ميزر ميزرلي ميزري يعني التعاسة أو البؤس. الناون نفسه ميزرلي. ميزربل اللي هو الأدجكتيف الصفة تعيس أو بائس. ميزربلي يعني بتعاسة أو ببؤس أو بشقاء اللي هو الأدفرب. بيرزون يعني طبعا اللي هو السجن. في عندنا إمبيرزون يعني يحبس كفيرب فعل. إمبيرزون الناون منها بيرزون السجن. بريزونر اللي هو الناون السجين نفسه بريزونر. إمبيرزونمنت اللي هو السجن أو الحبس. إمبيرزونمنت حكم عليه. to life imprisonment يعني حكم عليه بالسجن مدى الحياة. because he is a criminal لأنه مجرم. imprisoned محبوس كadjective. he is now imprisoned يعني هو الآن محبوس كadjective يعني محبوس. بالنسبة لexpressions idioms a boy of four يعني ولد عنده 4 سنوات. at this age في هذا العمر أو في هذا السن. difference in مختلف فيه. difference in ونذكر الأشياء اللي مختلف فيها. for the first time لأول مرة. it wasn't unusual يعني كان من المألوف. it wasn't unusual. make better يجعله أفضل. make better. make worse for يجعله أسوأ. make worse for. none of them لا أحد منهم. none of them. not any way. not any way لن مرة أخرى. similar to مشابه لي. similar to. stay abroad. stay abroad يبقى بالخارج. stay abroad. stay abroad. the poor law القانون السيء. the poor law هي مش معناها قانون الفقراء هنا. ممكن قانون الفقراء أو القانون السيء. what kind of person. what kind of person يعني أي نوع من الأشخاص. بالنسبة للبروبوزيشن continue بيجي معاه to. certain entertain with. entertain يسليت. entertain with. find out يعني يكتشف. find out يكتشف. help with يعني يساعد في. help with. know for يعرف عن. know for. learn from. learn from يتعلم من. learn from. look after يعني يرعى أو يعتني. look after. auto يعني يدين ب auto. payback. payback يعني يرد الدين أو يسدد. payback. take away. take away يعني يأخذ بعيدا. take away. take away. clear the confusion اللي هو الفرق. earn money يعني يكسب مال اسمها earn money. get money يعني يحصل على المال على مبلغ من المال. make money معناه يكسب المال بطريقة غير تقليدية. footballers make a lot of money يعني بيكسبوا مال بطريقة يعني ايه غير عادية. this doctor earns 20,000 يعني يكسب مال مقابل عمل. earns. عندنا own يعني يمتلك وبيجي معه حرف الجر. of own of. أما أو معناه يدين. أما بورو يستعير أو يسلف. أما لند معناه يعير أو طبعا دي يفقترض أو يستلف أو يستعير. أما عندنا لند معناه يقرض أو يسلف يعني شخص بدي لشخص. أحمد لنت مي يعني أحمد الداني. a thousand pounds يعني 1000 جنيه. I borrow أنا استلفت start a thousand pounds from أحمد. طبعا عليه دين لشخص أو. أما يمتلك الشيء نفسه أون. plump قلنا معناه مكتظ أو ممتلئ بشكل جذاب. مكتظ أو ممتلئ بشكل جذاب بالنسبة للنساء والأطفال. fat يعني سمين يعني جسمه سمين. a fat person finds it difficult to do sport. overweight يعني زيادة في الوزن أو لديه وزن زاد. she wants to follow a diet because she is overweight يعني وزنها ممتلئ. طبعا obese يعني سمين جدا. obese. he was an obese teenager يعني جسمه سمين جدا بشكل خطير أو يسبب ضرر لصحته. جاء منها obesity يعني الشراهة أو كثرة الطعام. obesity. طبعا جاي منها obesity اللي هو السمنة أو الشراهة. prison قلنا اللي هو السجن كبير. prison. jail يعني زنزانة أو مكان للحجز فقط. زنزانة jail. في عندنا cell زنزانة أو حجرة داخل السجن. يبقى عندنا السجن نفسه. thieves are sent to prison اللي هو السجن الكبير ده بنسميه prison. أما jail he was taken to jail. سجن أو مكان للحجز بنسميه jail. jail. أما cell معناه زنزانة أو حجرة في سجن. he was taken to jail يعني راح على السجن أو زن أو مكان للحجز. the dangerous criminal was kept alone in a cell في الزنزانة. بالنسبة للـ choice عندنا number one
two options هنختار اتنين. I did space before watching TV. انا عملت ايه قبل ما اشاهد TV؟ طبعا هنا I did my homework عملت واجبي. I did exciting things قمت باشياء رائعة او exciting مثيرة. I have a space to play. I have a role انا لدي دور. I have a role. I have no parents. No parents to play طبعا ما ينفعش اقول no parents to play. I have طبعا هنا no opportunity to play ما عنديش فرصة ان انا العب. No opportunity. My baby sister never stops eating يعني بنتي الطفلة مش بتتوقف عن الطعام. That's why she looks بيبدو ان هي ايه plump يعني طبعا plump يعني مكتظة في الجسم او fat يعني سمينة plump او fat. She looked miserable. يبدو ان هي بائسة. Miserable here is antonym يعني مضادها. طبعا happy سعيد او content يعني راضي. A girl in space can't look after herself. A girl of four. A girl of four يعني بنت عندها 4 سنوات. A girl of four او a girl who is four او بنت بتكون لديها 4 سنوات. Choose the correct answer from A, B, C, or D. He was sent to prison as he pays a lot of money to the bank. As he owed. Owed يعني بيدين بالمال الكثير للبنك. The judge assured. القاضي أكد that the director had paid the law and sent him to prison. إن هو خالف القانون. طبعا هنا had broken. Broken يعني خالف القانون. I was over the moon. كنت طاير من الفرحة after the last exam بعد الامتحان الأخير. I had passed يعني أنا passed يعني اكتست. It isn't a bad thing if you space your opinion if it's wrong. It isn't a bad thing يعني مش شيء سيء إن أنت تغير رأيك لو هو خطأ. طبعا change opinion يغير الرأي. You can't say she is. You can't say she is fat. ما تقدرش تقول إن هي سمينة. She is space no more. يعني هي جسمها مكتظ فقط. طبعا هنا she is plump. Plump يعني جسمها مكتظ. Earn and lose are يكتسب ويخسر are antonyms يعني مضاد. My job here is space customers is to my job is to help customer to help. My job is to help. If something is space wrong with the machine call me. لو حاجة حصلت خطأ للآلة call me. طبعا هنا if something go wrong. Go wrong يعني يصاب بخطأ يبقى goes wrong أو يتعطل. لو شيء هنا جورنج معناه يتعطل للآلة يتعطل جورنج. I study hard is based by the next exam to طبعا هنا to pass أو in order to pass. ما عنديش to في عندي in order to يعني لكي. In order to معناها لكي يعني لكي أجتاز الامتحان. Can you take your toys is based by the summer the room is enormous. ممكن تبعدي الألعاب take the way your ways away. Away يعني بعيدا يبقى take your toys away. I owe some money for a friend of mine. I owe some money يعني أنا بدين بالمال to a friend of mine لصديق لي. I will help you this with this difficult mess. طبعا هنا help with لو جي وراها noun أما لو فعل مصدر أو to مصدر. My father's space are what we live on. My father's earnings are what we live in يعني مكتسبات والدي اللي احنا بنعيش عليها. طبعا المكتسبات اللي هي mean earnings. Earnings يعني المكتسبات اللي بنعيش عليها. Space are people who aren't generous الناس اللي مش كريمة. طبعا ميزرز اللي هم البخلاء. ميزر يعني بخيل لكن ميزرلي اللي هو البؤس. Those who break the law must be اللي بيخالفوا القانون لابد ان هم يعاقبوا او ينسجنوا. هنا imprisoned انا عايز الverb التصريف ثالث. Must be imprisoned يعني يلقوا في السجن. Those who break the law are kept as الناس اللي بتخالف القانون are kept as prisoners. Prisoners يعني سجناء. I space this flat it's mine انا بمتلك هذه الشقة it's I own. She space her success to her parents طبعا بتدين بنجاحها لوالدها. طبعا هنا she owes يعني يدين بتدين بنجاحها لوالديها. Will you space me the money I need will you ممكن تسلفني المال اللي انا محتاجه. طبعا will you lend me you hear lend. Space much money will leave you heavily indebted طبعا owing much money
يعني استدانة المال الكثير هيجعلك في دين كبير. طبعا هنا owing حذفت الاي عند إضافة ing. The high dam was built in the age of President Nasser. طبعا هنا in the age of يعني في عصر. In the age معناه في عصر، أما at the age يعني في عمر. لا أنا عايزاها في عصر، يبقى in the age of في عصر إيه؟ President Nasser. In prison في السجن. That criminal was kept in a small في السجن. الكريمنال المجرم was sent in a small ممكن أقول cell صح أو cell يعني السجن cell اللي هو الزنزانة، لكن ما ينفعش جيل اللي هو الحجز، يبقى هنا سيل اللي هي الزنزانة. ومن هنا وصلنا لنهاية الجزء الخاص بالفوكاب، وانتظروا الجزء الجرامر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.